معها في كلمة ألمر، اليو تفكرني أبر سبسكابولر، الإل تفكرني لور سبسكابولر، الإن تفكرني نيرف لوراتيسماس دورساي، وليو اسم تاني بيسموه ثوراكو دورسال نيرف، الإي تفكرني بأكسيلاري نيرف، الآر تفكرني بريديال نيرف. لو بنتكلم عن البرانشز اوف برينكيال بريكسس، احنا اللي قلنا ده برانشز اوف كوردس. هل خلصت كده البرانشز اوف برينكيال بريكسس؟ لا، واحنا بنشرح هنتفاجئ ان الترانكس بتدي برانشز، هنتفاجئ ان الروتس كمان بتدي برانشز. نعرفها انا اعرفها طالما هتشتغل على عضلات الابر لمب. الابر ترانك هو الترانك الوحيد اللي بيطلع منه فروع، وفي الواقع بيطلع منه فرعين. فرع بينزل لتحت اسمه نيرف تو سبكليفس، نيرف تو سبكليفس، وفرع بيطلع لفوق اسمه سوبرا سكابولار نيرف. يبقى هنا الميدل ترانك بيدي ما بيديش، اللور ترانك بيدي ما بيديش. الوحيد من الترانكس اوف برينكيال بريكسس اللي بيدي فروع هو الابر ترانك. بالمناسبه الابر ترانك ده له اسم تاني بنسميه اربس بوينت. اربس بوينت، اربس ده اسم خواجه. اربس بوينت دي بتعبر عن ايه؟ اربس بوينت دي بتعبر عن التقاء ست اعصاب. زي ما انتم شايفين ادي الريمس بتاع خمسه والريمس بتاع سته، ادي الانتيرور ديفيجن والبوستيرور ديفيجن، وادي عصب طالع لفوق وعصب نازل لتحت. ست اعصاب اتقابلوا في نقطه بنسميها اربس بوينت او ابر ترانك اوف بريتيال بليكسس. الجذور كمان بيطلع منها فروع بتشتغل على عضلات الابر لمب. بنلاقي ان في فرع خارج من الفنترال ريمس في خمسه، البراش ده اسمه نيرف ترومبويدز. وبنلاقي ان في بيطلع فرع هنا من سي خمسه ينزل يعدي ورا سي سته ويجي له فرع من سي سته، والاثنين ينزلوا بعد كده مع بعض يعدوا ورا سي سبعه ويجي لهم فرع من سي سبعه، وبعد كده يعدوا ورا سي ثمانيه، بعد كده يعدوا ورا سي واحد علشان يروح يشغل عضله اسمها سيريتاس انتيرور. وهنا علشان نسهل الحفظ هنقول ان الجذور بتاع البريكيال بريكسس بيخرج منها تو برانشز. في برانش خارج من جدر واحد وبيشغل ثلاث عضلات. البرانش ده اسمه نيرف ترومبويدز، والجدر اللي خارج منه هو سي خمسه، والثلاث عضلات اللي بيشغلهم رومبويدس ميجور، رومبويدس ماينور، وليفيتور سكابري ماسلز. اما البرانش الثاني، فبنقول عنه انه بالرغم من انه خارج من ثلاث جذور الا انه بيشغل اونلي وان ماسل. خارج من سي خمسة وستة وسبعة وبيشغل عضلة واحدة اللي هي سيريتا سانتيرور، ده اسمه نيرف دو سيريتا سانتيرور، لاسم تاني لونج ثوراسيك نيرف، لاسم تاني نيرف اوف بيل. البرانش التاني اللي هو نيرف ترومبويدز هو كمان له اسم تاني اسمه ثوراكو، اسمه دورسال سكابولار نيرف. من خلال هذا الوصف شفنا ازاي جذور البريكيال بلكسس اللي عددهم خمس جذور اتحولوا الى 17 برانش هيشتغلوا على عضلات وجلد الابر لمب. الكلام لسه ما خلصش على البريكيال بلكسس، فاضل نتعلم علاقه البريكيال بلكسس ايه بجسمنا، علاقه مراحل البريكيال بلكسس ايه بجسمنا. الحقيقه انه مرحله الجذور ومرحله الجذوع موجودين في الرقبه، مرحله الروتس ومرحله الترانكس بتكون موجوده في الرقبه. بعد كده مرحله الديفيجنز المرحله الثالثه بيكون مكانها ورا الكلافيكل. بعد كده مرحله الكورتس والبرانش، شايفين احنا كده بنعدي من الرقبه ورا الكلافيكل اهو نازلين. نازلين فين؟ نازلين في منطقه اسمها اكزيلا، منطقه اسمها اكزيلا. الاكزيلا دي عباره عن مرحله انتقاليه ترانزيت ما بين الرقبه والارم. فهنا الكوردس والبلانشز مقرهم مكانهم منطقه اسمها اكزيلا. بنراجع تاني، الروتس والترانكس بيكونوا في الرقبه، الديفيجنز بتكون ورا الكلافيكل، الكوردس والبرانشز بيكون مكانها الاكسيلا اللي فهمنا انها مرحله انتقاليه ما بين الرقبه فوق والارم تحت.
ما بين الرقبة ميديال والارم لاترال. القواعد اللي جاية دي لازم نعرفها كويس عن البريكيال بلكسس. القاعدة الأولى بتقول إنه كل عضلات الأبر لمب بتتغذى من فروع البريكيال بلكسس ما عدا عضلة واحدة. اسمها ترابيزيوس مصر شبه المنحرفة. العضلة دي المسؤول عن تغذيتها العصبية هو العصب المخي رقم 11 spinal part of accessory nerve. القاعدة الثانية بتقول ان كل الجلد بتاع الابر لم كل الجلد اللي بيغطي الابر لم بيتغذى من فروع البريكيال بلكسس باستثناء منطقتين. المنطقة الأولى هي منطقة الجلد اللي مغطي الابر هاف اوف لاترال اسبكت اوف ذا توي، وهنا اللي بيشتغل سوبرا كلافيكولار نيرفز هنعرفه ان شاء الله في الهيدن بيك. المنطقه الثانيه هي منطقه السكين اوف اكزيلا. منطقه السكين اوف اكزيلا بيشغلها عصب اسمه انتر كوستو بريكيال نيرف، وده هنكتشفه مع بعض واحنا بندرس الثوركس. لسه الكلام ما خلصش عن البريكيال بلكسس. فاضل نقطة مهمة جدا وهي effect of injury of brachial plexus. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه اللي يحصل للطرف العلوي لو حصل اصابة للبريكيال بلكسس، لو حصل اصابة للابر ترانك، للور ترانك، لو حصل اصابة لاحد فروع البريكيال بلكسس؟ ده موضوع هنفهمه مع بعض كويس بعد ما نعرف كل فروع البريكيال بلكسس بتشغل عضلات ايه تحديدا في الابر لين. فاضل بقى اهم حاجة في البريكيال بلكسس، وهي الحاجة دي من غيرها يبقى التشريح ملوش معنى. الحاجة دي ان احنا نشوف البريكيال بلكسس على البودي، لانه اهم ميزة في التشريح او بتقراه بتشوفه وبتحسه. نشوف مع بعض على البودي البريكيال بلكسس شكلها عامل ازاي. البريكيال بلكسس